قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الحضور المسيحي بين الإيمان والواقع خلال مئوية الدولة الأردنية. وقد كان ضيف الحلقة الأب نبيل الحداد مدير مركز التعايش الديني، كما أجرى البرنامج بهذه المناسبة الوطنية اتصالات هاتفية مع سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن، والعين جميل النمري، والنائبين عمر النبر وهاي العياش، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الاستقلال للأسرة الأردنية الواحدة، معبرين جميعهم عن حبهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه وحكومته الرشيدة. فإلى هناك. يسوع المسيح جاء على الأرض وعاش على هذه الأرض واتبع كل القوانين والشرائع الموجودة آنذاك من الحكم الروماني والقوانين والأنظمة. في مثلا القديس ليسوع في الإنجيل لما مثل القديس بطرس قال له إحنا عم ندفع الضريبة للدولة، قال له بطرس لا يا معلم ما عم ندفع. يعني هذا بإنجيل متى، يعني أنا ما بدي أقول إنه بتجيب من كيفها، وإنجيل متى 17 في رواية الإنجيل في كفر نحوم يسأل جامعو ضريبة هيكل الدراخمة بطرس طبعا عما إذا كان يسوع يدفع الضريبة فيها، فيجيب ذلك عندما عاد يسوع للمكان الذي يقيمون فيه تحدث يسوع عن الأمر متسائلا رأيه ممن يجمع ملوك الأرض الرسوم والضرائب، فمن أبنائهم أم من الآخرين؟ فطبعا يجيب بطرس من الآخرين، فيجيب يسوع إذن الأطفال معفى، لكن لئلا نتسبب في عثرة اذهب إلى البحيرة بحر الجليل وألقي الصنارة، خذ أول سمكة تصطادها، افتح فمه وستجد استارا، خذها وأعطيها لهم مقابل ضرائبي وضرائبك. فكان يؤدي الضريبة وكان يقوم بكل هذه المهام المدنية المطلوبة من المواطنين اللي بيعيشوا على الأرض، فكان يسوع ملتزم بهذه القوانين والأنظمة. وعندنا كمان أعطي ما الفلس لقيصر ما لقيصر وما لله لله. تفضل. أنا أرى أنه موضوع لقائنا في هذا الصباح الجميل الاستقلالي القيامي الإيمان وهذا الحضور المسيحي في المئوية الأولى. نعم. هذا الحضور المسيحي يتجاوز دفع الضريبة ويتجاوز أيضا أن نقوم بواجبنا الذي يتوقع من كل الناس، كل مواطن، كل مواطن في أي دولة في أي مجتمع عليه أن يقوم بواجبه. نعم. على المسيحي، وأنا أرى هذا رأي شخصي، على المسيحي أن يتعدى ذلك. ليس كافيا أن أكون قائم بواجب، على المسيحي أن يكون مبادرا، أن يتحرك بشغف في حب هذا الوطن، أن يتحرك ليملأ فراغا ليجسد ويرسخ جمالا ليعطي قيمة لكل ما هو جميل. وطننا وطن باركته السماء، ولا يكفي أن نكون ورثة لهذه الجغرافيا، بدنا نكون ورثة بيستاهلوا ينتموا إلى هذا الوطن. نعم. كثيرون الذين يتمنون أنه يأخذ جواز سفر أردن، أنا بحكي بحديثي استقلالي. نعم. في هذا النهار، يعني أن انتماء للأردن هو انتماء لأرضه وللسماء التي باركته. الانتماء للأردن ينبغي أن يكون إيمانيا يحمل الأربع ألوان، العلم الأردني أربعة، ما فيهوش أزرق وفيهوش أصفر، فيه أربعة ألوان، لكن في مجمله للمسيحي عليه، وأنا أتحدث من بدافع إيماني
بهذه الأرض. نعم. عليه أن يتحدث، أن ينطلق في نظرته إلى 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 إلى, إلى وطنه وعلاقته بوطنه، إلى أن يرسخ إيمانا في بعدين، بعد مجتمعي أفقي، وهذا البعد العمودي ارتباطه بالسماء. الأردن أرض مباركة، أرض مقدسة، ورثتها ليس أميز من الآخرين وليس أفضل من الآخرين إذا لم يكن لهم هذا الحب. وعندما نتحدث عن 100 عام ملامح ومظاهر هذا الانتماء المسيحي كان واضحا، كانت واضحة. الدور الذي قامت به المؤسسات الكنسية والمؤسسات التابعة للكنيسة وللجماعة المسيحية التي هي ولها الفخر تنتمي إلى 2000 سنة من هذا الحضور، كان لها دور، ويظهر هذا الدور من تأسيس المملكة حتى الآن في مجالات كثيرة، في التربية، في الصحة، في 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 الخدمة، في الخدمة، في القوات المسلحة. الأردنيون المسيحيون قدموا شهداء، الأردنيون المسيحيون تعبوا، ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني. ماذا تقول في هذا العيد، عيد الاستقلال الأردني سعادتك، وتفضل تقدم بطاقة المعايدة لهذا الوطن؟ نهنئ أنفسنا، نهنئ قيادتنا جلالة الملك المفدى، نهنئ الحكومة، نهنئ القوات المسلحة، نهنئ أجهزتنا الأمنية، نهنئ جميع عموم المواطنين بهذا العيد. الحقيقة قبل يومين احتفل المسيحيون واحتفلت الكنيسة بصلاة الأحد بعيد الاستقلال. بصورة أثلجت صدورنا. كانت مبادرة غير مسبوقة أن تقام صلاة احتفالية في عيد الاستقلال، أي بمناسبة وطنية وليس بمناسبة دينية. هذا له دلالات مهمة على الانصهار المسيحي الوطني بالانتماء العميق والعريق لهذا البلد، لهذه الأرض، ولهذا الكيان الوطني الذي ساهم المسيحيون في إنشائه، في إرساء دعائمه، وفي نموه وازدهاره. لا ننسى أن هذا الاحتفال هذا العام هي الاحتفال بأول سنة نخطو بها في المئوية الثانية للدولة الأردن. وقلة من الدول العربية التي تحتفل باستقلالها وهي مستمرة منذ الاستقلال أو منذ إنشاء الدولة الحديثة على نفس الإيقاع بنفس النظام السياسي بحالة من الاستقرار والثبات. هذا تقريبا لم تعشه أي دولة عربية باستثناء ربما بعض الملكيات في المغرب، دول الخليج، وحتى هناك يعني عانت من بعض المشاكل في إدارة. دائما بنقول سعادتك الحمد لله على الأمن والأمان اللي عم نعيشه في هذا البلد. وممكن في ناس كتير دائما بتضلوا بتقول حاملين الأمن والأمان، فعلا لأنه في كتير من البلاد المحيطة لا تعيش هذا الأمن والأمان. فما معنى الاستقلال؟ يعني شو معنى الاستقلال؟ أن أكون أمينا في بيتي، أروح أطلع شغلي، أعيش حياتي مع عائلتي ببلد يعني ببلد آمن. تفضل. ماذا يريد الإنسان من الاستقلال؟ وأن يحكم ذاته إذا عجز عن حكم ذاته وفادت
الفوضى والخراب والاقتتال في بلد ما. الأردن يعني هذه الميزة التي وفرها الهاشميون بسمات التسامح والاعتدال والإدارة الحكيمة للتناقضات والإشكالات التي تنشأ ليس داخليا فحسب ولكن أيضا مع الجوار وفي الإطار العالمي. عندما تتوفر قيادة تأخذ القرار بحكمة تنسج علاقات تشكل سياجا يحمي الأمن الوطني كما فعل سيدنا. نحن نحتفل ب 25 الشهر في عيد الاستقلال الأردني، فبطاقة معايدة من حضرتك. صباح الخير للجميع، وأول شيء كل تمنياتنا وتبركاتنا للشعب الأردني كافة وخاصة لقيادة هذا الشعب لجلالة الملك على هذا العيد. التمنيات لجميع المواطنين بأن يكون هذا العيد هو احتفالا بالاستقلال فعلا وبكل ما تعنيه لنا هذا الوطن. هو تجديد لالتزامنا، التزامنا بخدمة هذا الوطن، التزامنا بالقيم التي قام عليها هذا الوطن، التزامنا بالانتماء له، التزامنا بالتعايش، التزامنا أيضا بالضيافة التي تميز بها الأردن وبكل ما يتميز به الأردن. هذا العيد هو مناسبة لكي نعود من جديد ونجدد محبتنا لهذا الوطن واستعدادنا لخدمة هذا الوطن. ولجميع المسيحيين، نحن مواطنون أصليون في هذا البلد، في هذا الوطن، وننتمي إليه مثلنا مثل الجميع، ونقدم كل خدمة. في هذا الوطن نعيش، في هذا الوطن نحن منه، وهذا الوطن الذي نخدمه. والمسيحيون في هذا الوطن قاموا بخدمة فعلا جليلة لهذا الوطن على مدى الأعوام والفترات السابقة كلها، ولذلك احتفالنا بهذا العيد هو أن نجدد التزامنا فعلا بأن نخدم هذا الوطن وأن نستمر في هذا التعايش، في هذا الانسجام، في هذه المحبة والانتماء إلى هذا الوطن. هذا ما نتمناه لجميع المواطنين، هذا ما نبارك به للجميع، نبارك لأنفسنا بهذا العيد على أن نستمر دائما في محبة هذا الوطن وفي الدفاع عنه وفي خدمة هذا الوطن. هذا ما يمليه علينا إيماننا، وهذا مواطناتنا أيضا في هذا البلد، وما نتمتع به أيضا في هذا البلد من خيرات كثيرة لا نقدرها أحيانا إلا عندما نرى جيران لنا فقدوها، فقدوا الأمن والأمان، فقدوا يعني الكثير من النعم التي نتمتع بها في حياتنا اليومية في هذا الوطن. أتمنى للوطن ولقائد الوطن وللشعب الأردني أجمع عام ومئوية أخرى تكون أفضل من اللي سبقت، وكل هالسلبيات اللي إحنا اللي في بعض السلبيات اللي موجودة إنه نحاول نبني على الإيجابيات إحنا، والإيجابيات كتيرة الواحد ما بيعرفها إلا لما يسافر ولا يهاجر بيعرف الإيجابيات اللي في البلد. نعم. ونتمنى هالسلبيات اللي الناس اللي والناس المتشائمة والناس اللي بتفكر بالسلبيات، نتمنى إنه نحاول نتجاوزها ونبني على الإيجابيات ونطور حالنا في الـ ونطور بلدنا خلال الأعوام القادمة، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. وهذه الأيام المباركة التي نحتفل بها بالعيد 76 لاستقلال مملكتنا الأردن الهاشمية التي نفاخر بها الدنيا. نعم. ونقول دائما بأننا في المملكة الأردنية الهاشمية مسيحيين ومسلمين أخوة أعزاء، تربطنا وحدة حال ومصير، ويتربطنا قيادة هاشمية حكيمة قادت هذه السفينة إلى بر الأمان في المئوية الأولى وستقودها في المئوية الثانية إن شاء الله. لذلك نقول كل عام وسيدنا قائد الوطن وسمو ولي العهد والشعبنا الأردني بألف خير، وأن يعاد هذه ذكرى الاستقلال أن تكون استقلال نحتفل ونفاخر به، وتكون دائما أيام هالوطن سعيدة وجميلة إن شاء الله
بوجود الإعلام الحر ووجود الناس الطيبين الخيرين الذين يعملون من أجل رفعة هذا الوطن بقيادة جلالة سيدنا.